يقسم لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ما إن تغادروا يوم من الأيام إلا وأكيد هذه الأصنام وأهدمها هدما. يهدد من؟ يهدد آلهتهم. فتى صغير بهذه الشجاعة وبهذه القوة، لما؟ لأنه متوكل على ربه عز وجل. خرج الناس وهم يسمعون إبراهيم الخليل يقول لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ما توقعوا أن يفعلها، ما توقعوا أن يجرؤ إبراهيم على هذا الفعل. فإذا بهم يخرجون ليوم الزينة. جاء إبراهيم الفتى الصغير إلى ساحة الأصنام، إلى ساحة التماثيل، فوجد عندها الذبائح، اللحوم، الطعام، الشراب، كل أنواع القرابين. فسأل هذه الأصنام وهو يعلم أنها لا تتكلم، قال ما لكم، ما لكم لا تأكلون، أفلا تأكلون؟ كلوا من هذا الطعام، كلوا من هذه الذبائح، كلوا من هذه الفواكه، كلوا، أنتم آلهة، أنتم معبودون، لما لا تأكلون هذا الطعام؟ حتى هذا الطعام لا تستطيعون على أكله. وهو يعلم إبراهيم الخليل أنهم لا يستطيعون. ما لكم لا تنطقون؟ ردوا علي، أجيبوني. فذهب إبراهيم الخليل من حنقه على هذه الأصنام وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، فجاء بقدوم مثل الفأس، جاء به إلى هذه الأصنام وهو يكلمها، تكلموا، انطقوا، كلوا من هذا الطعام. فأخذ هذا المعول أو هذا القدوم وأخذ يضرب هذه الأصنام وهو فتى صغير. يكسر ماذا؟ يكسر آلهة القوم، يكسر ماذا؟ أصنامهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. أي قوة، أي جرأة من إبراهيم عليه السلام وهو فتى؟ أخذ يضرب ويضرب ويضرب، فجعلهم جذاذا، فتت الأصنام كلها إلا صنما، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وضع الفأس أو القدوم عند الصنم الكبير الذي لم يكسره. انظروا لعقله، انظروا لحكمته حتى يحج قومه. وضع هذا القدوم عند الصنم الكبير وفتت البقية كلها، جعلها كالتراب. فإذا بالقوم يرجعون فرحين مستبشرين، ليروا أمرا غريبا، ليروا أمرا عظيما حصل في بلادهم. أول ما ذهبوا إلى أصنامهم، إلى آلهتهم، وكانوا في كل مرة الطعام يختفي، ربما تأكلها الشياطين أو تأخذها. فإذا بهم يرون الآلهة صارت ترابا، أخذوا يصيحون، أخذوا يبكون، أخذوا يصرخون. فإذا بهم ينادون في القوم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. انظروا للجهل والغباء والسفاهة. إله يهدم، إله يفتت، إله يصير ترابا، وتسألون من فعل هذا بآلهتنا؟ إذن هو أقوى منهم، إذن كان حقا عليكم أن تعبدوه من دون الأصنام، لو كان هناك مسحة من عقل. لكن حتى العقل ما في، حتى الفطرة فسدت. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من؟ أعدو جاءنا؟ أإله آخر؟ ما الذي حصل؟ فتكلم بعض الناس الذين سمعوا إبراهيم يهدد الأصنام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فذهبوا إلى إبراهيم الخليل، فتى صغير، فربطوه ومسكوه وجاءوا به أمام الناس جميعا، والكل حانق والكل غاضب والكل يريد الانتقام من هذا الذي فعل هذا بالآلهة. تخيلوا هذه المحكمة. قالوا فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لتعقد المحاكمة وليؤتى بالمتهم ولتأتي المحكمة وليشهد الناس جميعا على هذا الفعل. أي فعل إنه؟ تهديم هذه الأصنام. فجاء الناس جميعا، تجمعوا على من؟ على إبراهيم وهو فتى صغير، منهم أبوه،
منهم أهله وأقرباؤه، لكنه كان ثابتا صامدا لا يبالي عليه السلام. فسألوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، لست أنا، بل الذي فعلها هذا الصنم الكبير، هذا الكبير الذي بيده المعول. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانت الأصنام آلهتكم تنطق سألوهم من الذي فعل هذا بهم. فإذا بهم يلتفتون بعضهم إلى بعض، قالوا: لقد علمتم إنكم أنتم الظالمون، لقد علمتم أن الذي فعلتم خطأ، وأن هذه الآلهة ليست بآلهة، إنكم أنتم الظالمون. فإذا بهم انقلبوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فإذا بهم ينكشفون ويفضحون، فإذا بقائلهم يقول: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. اتفق الناس على حرق إبراهيم الخليل وهو فتى صغير. يحرق هذا الفتى لما؟ لأنه دعاهم إلى الله جل وعلا. يحرق لأنه ذكرهم بالله وحجهم بمنطقه وعقله وأدلته، لكن القوم لا يعقلون. ما وجدوا سبيلا لإيقاف إبراهيم الخليل عن دعوته إلا بالحرق بالنار. قالوا: حرقوه، لأنه أشد أنواع القتل تعذيبا. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وسبحان الله، الآلهة تنصر لا تنصر، آلهة مفتتة، آلهة مهدمة. قالوا: اجمعوا الحطب لحرق إبراهيم الخليل، ربطوه وحبسوه حتى يحرق بالنار. فذهب الناس كل منهم يجمع حطبا، ومن حرصهم كانت المرأة، إذا أرادت أن تنذر للأصنام والآلهة قالت مثلا: لئن نجى الله، أي تقصد آلهتها، تقصد أصنامها، لئن نجى آلهتي ولدي أو شفت ابني من هذا المرض لأجمعن حطبا لحرق إبراهيم. ينذرون على حرق إبراهيم عليه السلام وهو فتى صغير. جمعوا حطبا عظيما وأشعلوا فيه نارا عظيمة، بل وصلت النار إلى مرتفع عال حتى أن الطيرة إذا مرت فوق النار سقطت من شدة حرها. أي نار هذه؟ أي جحيم من هذا؟ قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. نار عظيمة صارت جحيما يريدون فيها حرق إبراهيم الخليل. نار تجمع الناس في ذلك اليوم، منهم أبوه منهم أمه، ليروا كيف يحرق إبراهيم الخليل، فتى صغير. أرادوا الاقتراب من النار لإلقاء إبراهيم فلم يستطيعوا، إلقاء إبراهيم لأن النار عظيمة، ما استطاعوا الاقتراب منها. فرابطوا إبراهيم الخليل في منجنيق، هذا المنجنيق الذي ترمى به القذائف، ربطوا في هذا المنجنيق إبراهيم الخليل. الآن إنها اللحظات الأخيرة لحرق هذا الفتى، سينتهي كل شيء. جاءه جبريل عليه السلام، قال له، وجبريل بطرف جناح قلب قرية، جبريل بصيحة دمر أمه، جبريل سيد الملائكة، قال له: يا إبراهيم، ألك إلي حاجة؟ تريدني الآن أساعدك؟ فنظر إليه وقلبه متعلق بالله، قال: يا جبريل، أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. قصص نور قصص.